سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء. بالعامية السودانية. رسالة لوغا إلى ثيوفيل. الحلقة السادسة. السلام عليكم. اهلا وسهلا. الله يسلمكم يا ولادي. ان شاء الله كويسه الحمد لله. كيف انتم؟ كيف حالك؟ تمام والله. الليله جايين كلنا شوق لقصصك الجميله. جدا جدا حبايبي. طيب قلنا في المره اللي فاتت يا جماعه انه في يوم من ايام السبت سيدنا عيسى عليه السلام كان بيعلم في الناس في بيت عبادته، وكان من ضمن الحاضرين في راجل يده اليمين مشلوله، وكان الفقهاء والفريسيين بيراقبوا في سيدنا عيسى وعايزين يشوفوا إذا كان حيشفي الراجل ده في يوم السبت ولا لا، لأنهم كانوا عايزين يلقوا عليه حجة بأي طريقة. أيوة. وبرضو قلت لنا إنه سيدنا عيسى عليه السلام عرف الحاجة في قلوبهم، وقال للراجل اللي يده مشلولة قوم وقف قدام الحاضرين ديل. يا جماعة أنا عندي لكم سؤال، على حسب التوراة شنو اللي بيجوز في يوم السبت؟ عمل الخير ولا عمل الشر؟ إنغاص حياة ولا إهلاكة؟ وبعد سؤاله ده عاين ليهم كلهم وقال للراجل يا مبروك مد يدك المشلولة. وقلت الراجل لما مد يده طوال طابته بقت سليمة، والفقهاء والفريسيين لما شافوا الموقف ده اتضايقوا جدا من سيدنا عيسى ويتشاوروا مع بعض عشان يلقوا لهم طريقة يأذوه بيها. فعلا صح؟ صح. وبعد ذاك سيدنا عيسى طلع على الجبل وقضى الليل كله هناك يصلي ويدعو الله، وفي الصباح نادى حيرانه واختار منهم 12. يا خالة أنا لقيت في كتاب أسماء النازل وكتبتهم في ورقة كده. كده يقولون لي منهم؟ أول حاجة هم قالوا يعني واحد منهم سمعان سماه بطرس، وأخوه أندراوس، ويعقوب، ويوحنا، وفيليب، وبرتليمي، ومتى، وتوما، ويعقوب ابن حلفي، وسمعان القوم المتحمس، صح، ويهوذا ابن يعقوب، ويهوذا الأسخريوطي الخان سيدنا عيسى فيما بعد. ده كلام صح. كلام صح كده؟ اي صح. جدا متذكر شديد. وبعد ذاك سيدنا عيسى نزل من الجبل مع حيرانه ديل ومشوا لميدان اوسع كانوا مجتمعين فيه مجموعه كبيره من اتباعه ومجموعه كبيره من شعب بني اسرائيل بما فيهم سكان القدس بالاضافه لسكان ساحل سور وصيدا. الناس ديل كلهم جو عشان يسمعوه وكمان عشان يشفي بعض من أمراض مختلفة بما فيهم اللي كان متلبسهم الجن، والعيانين ديل كانوا بيحاولوا يلمسوه وكانت البركة بتطلع منه وتشفيهم. بعد ذاك سيدنا عيسى وجه كلامه لأتباعه وقال لهم هنياكم وابشروا بالخير يا مساكين عشان لكم نصيب في المملكة الموعودة، وهنياكم وابشروا بالخير يا الجعانين هسة لأنكم حتشبعوا هناك، وهنياكم وابشروا بالخير يا اللي بتبكوا هسة لأنكم حتفرحوا بعدين، وهنياكم وابشروا بالخير لأنه لما الناس يكرهوكم ويرفضوكم ويشتموكم ويشينوا سمعتكم لأنكم اتبعتوا سيد البشر في اليوم ذاك حفرحوا وهللوا لأنه أجركم في السماء عظيم، وما تهتموا للي حيرفضوكم ويشتموكم لأنه أبواتهم كمان عاملوا الأنبياء زمان بنفس الطريقة، أما أنتوا يا الأغنياء المتبطرين وعذابكم لأنكم أخذتوا حقكم هنا في الدنيا، وعذابكم يا الشبعانين هسة لأنكم حتجوعوا بعدين، وعذابكم يا اللي بتضحكوا هسة لأنكم حتحزنوا وتبكوا بعدين، وعذابكم إذا الناس شكروكم لأنه أبواتهم كمان شكروا كذابين اللي ادعوا النبوة. لكن أنا بقول للي عاوزين يطيعوا الله حبوا أعداءكم واحسنوا اللي بيكرهوكم وقولوا اللي بيلعنوكم ربنا يبارككم ويتجاوزوا
وادعوا بالخير للبس يقوليكم، وإذا في زول ضربك على خدك حاول له خدك التاني كمان، وإذا في زول أخذ الشال بتاعك ما تمنعه، ما تمنعه يشيله، أديه كمان قفطانك، وإذا في زول طلب منك حاجة أديه من عندك، وإذا أي زول أخذ حاجة حقتك ما تطالبوا بيها، وعاملوا الناس بنفس الطريقة اللي أنتوا عايزينهم يعاملوكم بيها. طيب إذا كنتوا بتحبوا الناس اللي بيحبوكم بس، تفتكروا إنه ده فضل منكم؟ لا أبدا، لأنه حتى الناس الكعبين بيحبوا الناس اللي بيحبوهم. وإذا كنتوا بتعملوا حسنة في الزول اللي بيعمل فيكم حسنة، تفتكروا ده فضل منكم؟ لا أبدا، لأنه حتى الناس الكعبين بيعملوا كده برضو. وإذا سلفتوا الزول أنتوا عارفين إنه حيسدد لكم الدين، تفتكروا إنه ده فضل منكم؟ لا أبدا، لأنه حتى الناس الكعبين بيسلفوا الكعبين زيهم ويتوقعوهم إنهم يسددوا لهم الدين. عشان كده أنا بقول لكم حبوا أعداءكم واحسنوا لهم وسلفوهم بدون ما تتوقعوا إنهم يسددوا لكم الدين، لأنه أجركم عند الله حيكون عظيم، وتكونوا كرمة زي ما الله العلي بيتكرم حتى على الناس الجاحدين والكعبين، وكونوا رحمة زي ما وليكم رحيم، وما تحكموا على أفعال أي زول عشان الله ما يحكم عليكم ويحاسبكم، وسامحوا الآخرين يا جماعة لما يغلطوا عليكم عشان الله يغفر لكم، واعطوا بسخة، أعطوا بسخاء والله حيكافيكم، واللي بتقدموا للناس لوجه الله حيرجع لكم بالزايد شوية لغاية ما يفيض، لأنه نفس المكيال اللي بتكلوا به للآخرين الله حيكل لكم به. وبعد ذاك سيدنا عيسى ضرب مثل وقال: تفتكروا أنه العميان حيقدر يقود له عميان تاني؟ مش الاثنين حيقعوا في حفرة أو يواجههم خطر؟ نفس الشيء طبعا، ما في حوار طريقه بيكون مختلف عن طريق شيخه بيتبعه، وإذا الشيخ كان زي العميان الحوار برضو في الآخر حيكون زيه. عشان كده يا جماعة ركزوا وانتبهوا، في الأول انتبهوا لعيوبكم الكبيرة ما بتخليكم تشوفوا الطريق المستقيم، بدل ما تنظروا للعيوب الصغيرة في أخوانكم. ولا كيف بس الواحد منكم بيقدر يقول لأخوه مثلا: يا أخي كده خليني أمرق لك القشة دي من عينك، لكن في نفس الوقت وما شايف الحاجة جوا عينه اللي ما بتخليه يشوف كله. ده نفاق يا جماعة. مفروض في الأول تطلعوا الحاجة اللي بتاع عيونكم عشان بعد ذاك تقدروا تشوفوا القشة في عيون أخوانكم وتنبوها. يا جماعة لازم تتخلصوا من عيوبكم دي عشان أي واحد منكم يكون زي الشجرة الطيبة، والشجرة الطيبة سمرة بالتأكيد طيب، أما الشجرة الخبيثة سمرة بيكون خبيث برضو. عشان كده ما بنقدر مثلا نحصد التين من شجرة الصنف ولا من السدر من لقة العنب. ونفس الشيء الإنسان الصالح الصلاح بيشيع من قلبه، أما الإنسان الخبيث الشر بيجي من جوا قلبه، عشان دائما في القلب على اللسان. طيب طالما إنه الأمر كده، أنتوا ليه بتقولوا لي يا مرشدنا يا مرشدنا وما بتعملوا بكلامي؟ أنتوا ما عارفين اللي بيجيني ويسمع كلامي ويعمل به بيكون زي الزول اللي بيبني له في بيت ويغرق الحفر ويخط الساس متين، اذا جف يضان المويه حتضرب البيت لكن ما حتقدر تزعزعه لانه البنيان حيكون متين. اما اللي بيسمع كلامي ولكن ما بيعمل به، ده زي الزول اللي بيبني بيته على الرمله من غير ساس، واذا جف يضان المويه لما تضرب البيت ده حيقع ويتكسر حته حته. وبعد سيدنا عيسى ما كمل كلامه ده للناس كلام جميل خلاص، وفي كل المواضيع الفاتت دخل قرية كفر ناحوم. وفي كفر ناحوم كان في ضابط روماني عنده عبد عزيز عليه جدا، والعبد ده كان عيان جدا وقرب يموت، والضابط سيده كان سامع بخبر معجزات سيدنا عيسى عليه السلام، عشان كده رسل له جماعة من أعيان شعب بني إسرائيل لسيدنا عيسى عشان يجي ويشفي العبد بتاعه. والجماعة ديل فعلا قاموا ومشوا لسيدنا عيسى وترجوه وقالوا له: يا سيدنا الضابط ده بيستاهل إنك تمشي وتشفي عبده، لأنه بيحبنا وبيحب شعبنا وكتر خيره ووقف معانا وهو البنى لنا بيت عبادتنا في القرية. وسيدنا عيسى قام مش معاهم
ولما قرب من بيت الضابط، الضابط رسل بعض أصحابه عشان يقولوا لسيدنا عيسى: يا سيدي، حضرة الضابط رسلنا وبيقول لك ما تتعب نفسك وتجي لهنا، لأني أنا ما قدر المقام وما بستحق حتى إنك تدخل تحت سقف بيتي أو تستقبلني إذا جيتك، ولكن يكفي إنك تأمر بإذن الله من مكانك اللي أنت فيه عشان العبد بتاعي طيب. أنا بثق في أمرك وبقدر قيمة الأوامر، لأني نفسي مرؤوس وكمان برأس أساكر وهم بيطيعوا أوامري بالكامل، وكمان عبدي برضو بيعمل أي حاجة أنا بأمر بها. وسيدنا عيسى لما سمع الكلام ده اتعجب واتلفت على الناس اللي كانوا ماشيين معاه وقال لهم: يا جماعة، أيوة، أنا ما شفت أي واحد من اليهود اللي هم شعب الله عنده زي إيمان الضابط. أصحاب الضابط لما رجعوا لقوا العبد نصح وقام من مرضه. وبعد ذاك سيدنا عيسى قام من كفر ناحوم ومشى لغرية تانية اسمها نايين، وكانوا معاه حيرانه ومجموعة كبيرة من الناس. ولما قرب من بوابة الغرية دي شاف ليهم مجموعة كبيرة من الناس شايلين لهم جنازة شاب عشان يدفنوها خارج القرية، والمتوفي ده كان وحيد أمه وكانت أرملة. لما سيدنا عيسى شاف حال أم الشاب المتوفي حن عليها وقال ليها: يا مبروكة، خلاص أصبري وما تبكي. سيدنا عيسى بعد كلامه ده وقف الناس الشايلين الجنازة ولمس العنقريب المحمول عليه الجنازة، وخاطب الشاب المتوفي وقال له: يا شاب، قوم بإذن الله. والشاب فعلا حيا وقام وبقى يتكلم: وده مكان مناسب يا جماعة عشان نجيب فيه في المرة الجاية. لا لا لا، في المرة الجاية. تحية زروق. إخراج تماضر شيخ الدين.